هل سمعت بكائن يمكن أن يعيش آلاف السنين؟ ولماذا يركز العلماء اليوم في دراستهم على سر الشباب الدائم في دراسة هذا الكائن؟ اليوم سنذهب في رحلة مع هذا الكائن الخارق قنديل البحر ودراسة سر الخلود عند هذه القناديل، حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هناك في الطبيعة دائما مخلوقات تحيرنا وتبهرنا وتشهد على عظمة الخالق تبارك وتعالى. إنه قنديل البحر، هذا الكائن العجيب الذي يتمتع بأقوى جينات مقاومة للشيخوخة، ولديه القدرة على الشفاء الذاتي وعلى تجديد أعضائه بسهولة. ولكن السؤال، هل بالفعل هذا الكائن لا يموت؟ والسؤال الثاني، لماذا خلق الله مثل هذه الكائنات في الطبيعة؟ هذا الكائن الجميل يعيش في البحار، ولكن لديه لدغة سامة في بعض الأنواع قد تكون قاتلة، ويتكون من طبقة رقيقة شفافة تدعى المظلة، يتدلى منها المجسات التي يستخدمها في الصيد وكسب رزقه. طبعا فكرة أن هذا الكائن لا يموت فكرة غير دقيقة، لأنه قد يتعرض للافتراس، فهو وجبة شهية لكثير من الكائنات المفترسة في البحار. ولكن ميزة هذا الكائن أنه يقوم بتجديد خلايا جسده باستمرار. يستطيع هذا الكائن كذلك أن يصحح أو يرمم الأجزاء التالفة من جسده. يتميز بجينات عجيبة جدا تقاوم الشيخوخة، ويتكاثر بطريقتين، طريقة جنسية وطريقة لا جنسية من خلال الانقسام الخلوي. في التكاثر اللاجنسي ينمو كائن جديد من الكائن الأصلي بطريقة عجيبة، سبحان الله. لذلك هذا الكائن يمكن أن يعيش طويلا وربما آلاف السنوات، ولكن بشرط ألا يتعرض للافتراس من كائنات أخرى. ولكن السؤال، لماذا خلق الله هذه الكائنات؟ الحقيقة هذه الكائنات آية من آيات الله سبحانه وتعالى، تدلنا على قدرة الخالق عز وجل. من فوائد وجود هذا الكائن أنه ينقي ماء البحر من العوالق فيه. كذلك العلماء يستخدمون هذا الكائن في صناعة علاجات للسرطان، مسكنات للآلام، مضادات التهاب القولون والمفاصل، وأدوية أيضا للحساسية. بالإضافة لذلك، هو وجبة شهية ورزق وفير لكثير من الكائنات. طبعا سرعة تكاثر هذا الكائن وبقائه لسنوات طويلة في البحر وقدرته على تجديد ذاته مهمة جدا للتوازن البيئي، ومهمة لتوازن البحار، لأن البحر يحوي كائنات كثيرة جدا تحتاج إلى غذاء، وهو يعتبر من أهم الأغذية لبعض الكائنات البحرية المفترسة. وهنا أيها الأحبة، لابد أن نتذكر الآية الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فهذا القنديل هو آية من آيات الله تشعر البشر بضعفهم وعجزهم أمام هذه الآلية الهندسية المتطورة للتكاثر والبقاء والخلود. كذلك نتذكر أن الله سبحانه وتعالى سخر لخدمتنا نحن البشر كل شيء في هذا الكون، ومن ضمن ما سخره الله هذا الكائن. استمع معي لهذه الآية الكريمة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فتأمل أخي الكريم، كم أكرمك الله عندما سخر لخدمتك كل شيء، حتى هذه القناديل مسخرة لخدمتك أيها الإنسان. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن نحمده ونعبده ونشكر فضله؟ أليس هذا القنديل هو آية من آيات الله يسميها العلماء معجزة طبيعية؟ هذا يدعونا أيها الأحبة أن نقول كما قال الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والحمد لله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.